شو؟ علينا محجوب مرات لعندها. اك الطير الطاير اذا بده يمرق بالحاره بده يمر لعندي. العمش بعيونك اذا بده يتخبى بيجي على الحاره. ايه انا مكشوف عني الحجاب. بعدين انت وين بدك تتخبى اذا صاروا لي السياره قدام باب البيت؟ مرني استاذ بنعمل له نبضه صغيره من عيوني. طب شرفنا. وليش بدك تعمل لنا نبضة صغيرة؟ في علمك ما خذي بالكلمة، بدك تحط خلينا ننضف هالمرة، بيجيب لك سر أكواس. ما بدي بتأجره؟ ما بعرف، يمكن ما أجي. لكن شو بدك تعمله استراحة؟ إيه شو قاعد بمعربة أنت؟ أجره يا ابن الحلال أجره، منه بتكسب لك قرشين ومنه أجر عند رب العالمين. خلصها؟ لا موشحاتك الله يسترك. شوف لي يا شو بيكلي وقديش بده وقت. مستعجل؟ كمان هيك فيها مستعجل؟ كل شي بتمنه. بعدين هاي الكركبة شو بدك تعمل فيها؟ صرفها بس خليل الفرشة والحرام وبور الغاز صوف لأنه الفرشة ايه وغيره ولا شي. يعني اخذ الباقي؟ حمل وشيل بس ما بيلو دير لي بالك على الشغيله. شو عم تحكي انت؟ هدول بدهم اجره نقل وتعطيل وعمال ورامي بالانقاض. بعد لي هيك